في لبنان وتحديدا في بلدة البساتين، رجل كان يدعى فادي العالي وعمره 48 سنة، وكان متزوج من امرأة اسمها لينا نصر الدين وكان عمرها 40 سنة. قالوا انهم متزوجين بفترة ما تقارب 16 سنة، كان عندهم ولدين، ولد عمره 13 سنة والثاني عمره 11 سنة. كان فادي يشتغل ليل نهار في شركة دواء لمدة 4 أيام في الأسبوع، وباقي الأسبوع كان يروح يشتغل مع أخته في مستودع. كان فادي مبسوط من هالعيشة، مبسوط والكل بيحبه وكل اللي حواليه بيحبه، حرفيا الكل إلا شخص واحد كان بيكرهه، كان بيتمنى إنه يتخلص منه. ليش؟ أنا بحكي لك. كانت لينا مرت فادي بعلاقة مع صديق فادي السوري الجنسي، وكان هذا الشخص عمره قريب جدا من عمر لينا، كان في بينهم علاقة غرام وإعجاب بين الطرفين. المهم وبيوم من الأيام قرر فادي إنه خلص تعب من الشغل وحابب يروح للمنزل بدري، لكنه لما روح على البيت شاف إشي متوقع إنه يشوفه بحياته كلها. قبل أقولكم شو صار وشو شاف وكيف تمشي أحداث القصة، بتمنى يا غالي إذا مش مشترك بالقناة تنزل بسرعة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. الله يا غالي لايكك كثير بهمنا. ما بديش أطول عليكم، خلينا نفوت بالقصة على طول. لما فات على البيت شاف صديق السوري مع امرأته في بيته، طبعا هون فادت عصبا وحاول إنه يمسك صديقه ويتشاجر معه صديقه السوري، لكن بيعجوبه صديقه عرف إنه يهرب. بعد هاي الخيانة قرر فادي إنه خلاص حابب يترك مرته عشان يحاول إنه يعلمها من أخطائها. لكن لينا كانت تخطط لشيء ثاني تماما، تخطط كيف بدها تتخلص من فادي. فادي اختفى من المنزل لمدة 3 أسابيع، لكن بعد هذول 3 أسابيع لينا كانت لك شو هاد بده يظل حلكة في ركبتي، لازم أتخلص منه بأسرع وقت بمساعدة مين؟ أخوها اللي كان أصلا بالأساس صديق فادي. كانت الخطة أول إشي إنهم يستدرجوا فادي للمنزل وبعدها يقتلوا، لكن اتذكروا إنه أصلا فادي كان قوي البنية وصعب واحد منهم إنه يقدر يسيطر عليه، أو حتى كلهم ما راح يعرفوا إنهم يسيطروا عليه. ما كان في غير حل واحد هو إنهم يخلصوا عليه بسلاح نار، لكن كمان نوعا ما كانت هاي الخطة شوي سيئة، ممكن إنهم الجيران يسمعوا الصوت ويتصلوا بالشرطة وكل مهمتهم تفشل. لكنهم بالآخر عرفوا إنهم يتوصلوا لفكرة خبيثة، والخطة كانت كالتالي. 20 أغسطس عام 2023 اتصلت لينا عفادي وحكت له أنا ندمانة ومتأسفة وما كان قصدي وأنا بحبك وبدي أرجع لك، ومن هالحكي قعدت تتأسف له بطريقة مجنونة لدرجة إنه فادي عن جد صدقها وحكت له بما إنك رضيت عني راح أعمل لك أكلتك اللي بتحبها الملوخية. والله فادي انبسط، هاي المرة اتصلت لي وبدها تصالحني وعملت لي الأكل اللي بحبها، شكل هالمرة خايفة على العيلة وعلى الأولاد وما بدها تشتت هاي العيلة، فقرر انه يعطيها فرصة ثانية. والله وفادي خرج من المنزل اللي كان ساكن فيه اللي اصلا كان بالاساس ساكن مع والده في هذول 3 أسابيع، وحكى لوالده يابا انا راح اشوف المرة، حكت لي انه خلاص كل شيء حلو صار بيننا وبدنا نرجع لبعض. والله وراح فادي، دخل فادي على بيته ولين استقبلته بكل حب، لكن هاي الخبيثة ما حسسته انه في شيء بتاتا. بعد ما دخل فادي استغرب، سألها وين الاولاد؟ ليش مش بالبيت؟ حكت له الخبيثة انها ودتهم لبيت اهلها عشان تفضي الجو بينهم ويكونوا في هاي الليلة وحدهم. فادي قال لك هي والله هاي المرة بدها تدلل. جلس فادي على طاولة السفرة وقدمت له المرة طبق الملوخية، وبدأ فادي انه يوكل يوكل ويتخرف مع مرته. بعد ما اكل الملوخية بلش يحس بدوخة خفيفة، وشوي شوي صارت تزيد هاي الدوخة، فهون حاول انه يقوم يروح على السرير يدخل الحمام يعمل اي شيء يشرب ماء. نظر للينا وقالها مشان الله ساعديني مش غادر قاعد بموت، لكن كان الرد من لينا انها نظرت له وصارت تضحك وحكت له واخيرا اتخلصت منك، ما هي الا دقائق وفادي فارق الحياة. بعدها لينا الخبيثة اتصلت لعشيقها السوري وحكت له اطمن خطتنا زبطت، لكن تعالي الان للبيت عشان ناخذ الجثة ونتخلص منها بسرعة. عشيق لينا توجه للبيت، وبعد ما وصل للبيت اتصل بلينا. بعدها لينا طلبت منه انه يجي ويساعدها عشان يحملوا الجثة، وضعوا الجثة في السيارة وتوجهوا لرأس الجبل، نزلوا هناك الجثة، وبعدها لينا حطت عليه مادة عشان تخفي ملامحه تماما وما حدا يعرف يتعرف عليه. وبعد ما عملوا كل هالاشياء حفروا حفرة وضعوا فيها، وبعدها وضعوا فوق تراب وبعض من النفايات وشوي من العشب عشان يخفوا مكانه. بعد 4 أيام من هاي العملية كان المفروض انه فادي يرجع لعمله في المستودع اللي كانت اخته تشتغل فيه، فاخته شافت انه فادي ما اجا واستغربت، مش بعدته لفادي ما يجي على العمل، حاولت انها تتصل فيه لكنه ما رد، فهون قررت الاخت انها تتصل بوالدها وتحكي له انه فادي غايب. الوالد حاول يتصل على فادي مرة مرتين ثلاث، لكن ما في حدا بيرد على الهاتف. يا عمي وين فادي وين اختفى؟ فقرر ابو فادي انه يتوجه لمنزله ويشوف فادي وين اختفى. وصل البيت وبلش انه يترك الباب،
فتحت له لينا. فالولد بسرعة سألها وين فادي؟ كل برود لينا جاوبت والله ما بعرف. فقال لها كيف يعني ما بتعرفي؟ من 4 أيام حكى معي فادي وحكى لي انه جاي على المنزل عشان يصالحك، كيف يعني ما بتعرفي؟ حكت له صح، هو اجى على البيت، لكن بعد ما اجى رجل سوري واخذه على سوريا وينضم لمنظمة سورية في حرب سوريا. الولد ويحكي معها شاف في برميلين كبار، وكانت هاي لينا بتحرك فين اشياء. فسألها شو قاعدة بتحرك؟ حكت له قاعدة بحرك شوية نفايات ما لهاش فايدة او ما لهاش اي لازم في البيت. راح ولد فادي وكمل يبحث عنه عند اصحابه في البلد في اي مكان، المهم يشوفه. في ثاني يوم الاب جلس مع نفسه وصار يشك بلينا، وصار يسأل بعقله شو اللي كانت تحركه، شو بعادتها بالمرة. فقرر انه يروح لعندها بسرعة، شاف انه البراميل منظفة بالملي. ابو فادي استغرب وحكى لها بسرعة احكي وين ابني. فحكت له اقسم بالله ما بعرف عنه اشي وما بعرف وين راح وشو بيساوي. وفي اليوم اللي بعده في 26 أغسطس عام 2023 ذهب والد فادي لقسم الشرطة وحكى لهم باللي صار، وحكى لهم انه ابنه مفقود وحاول يتواصل معه لكنه غير موجود. مرته حكت لي انه راح على سوريا في تاريخ 8 سبتمبر عام 2023. الشرطة استدعت لينا عشان تحقق معها، قالوها ليش ما بلغت عن جوزك انه مفقود، غريب يعني. قالت لهم اصلا انا ما بعرف انه مفقود، هو بعادته اصلا انه يغيب عن المنزل، كان يغيب بالاسابيع. ففكرت انه هاي المرة مثل كل مرة، واخر مرة شفته فيها اجا شخص سوري واخذه معه على سوري. اللي زاد شك المحققين بلينا انه لينا وفادي كانوا على خلافات كبيرة وعلى وشك انهم يطلقوا، واللي قطع الشك باليقين انه هاتف فادي في اول يوم انفقد فيه تبين لهم انه الهاتف ما خرج من بلدة البساتين، اي يعني فادي ما راح على سوريا وهي الامرأة قاعد بتكذب. فهون قرر المحقق انه يرسل فرقة من الادلة الجنائية لبيت فادي عشان يفتشوا البيت ويفحصوا البصمات. صدمة انهم لما دخلوا غرفة النوم ما لقيوا فراش. لما بلشوا يحللوا القطع الصغيرة المحروكة اللي كانت تحركهم في البراميل اكتشفوا انه هذا هو الفراش، وهذا الفراش كانوا لافين جثة فادي عليها. فقرر هون المحقق انه يعتق لينا ويرجع ويحقق معها ويواجهها بالادله القويه اللي كانت معه. لما واجهها بالادله بسرعه وبدون اي نقاش اعترفت بكل شيء وحكت لهم انه عشيقها السوري شاركها بكل شيء. طلب منها المحقق انها تاخذه لمكان الجثه. فعلا وجدوا الجثه، لكن لما وجدوا الجثه ما كان في إلها أي ملامح، ملامح الجثة ممحية. كان أهل فادي يدعو إن شاء الله ما تكون هاي هي جثة ابننا، لكن للأسف كانت هي جثة. دفنوا الجثة في بلدة البساتين. بعدها حاولت الشرطة تتوصل لعشيق لينا اللي كان أصله سوري، لكنه عرف يهرب بطريقة غير شرعية ويرجع لسوريا. الشرطة اللبنانية أرسلت مذكرة اعتقال للسلطات السورية عشان يتم القبض عليه، وللآن لم يتم القبض عليه، وللحظة لينا في السجن تنتظر محاكمتها. أنا بقول ليش ما طلقوا من البداية، وليش كانت بدها تنتقم منه؟ يا عمي في عندك عشيق، خلص طلقي وحلي عنا، روحي مش مع عشيق، مع 10 عشيقين أو عشقاء، أنا عارف شو بقولوا له. بس شو الفائدة، ليش تكتلي يعني؟ بس والله هي كانت قصة اليوم، بتمنى عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، وانتظرونا. سلام. قصة مأخوذة من الكاتب المبدع بندر الشمس. أعطي لكم حساباته في وصف هذا الفيديو.